باش تفوز خارج ميدان شيء صعب جدا. صحيح من تعود الجلوش فرق 5 فرق جيد. أعتقد السيد عزيز قراوي قام بواحد العمل كبير تكتيكيا. فرق يعني مختلف حتى تكتيكيا، فرق مختلف عن فرق خارج بشكل 3-4-3 سبتنا بعض المشاكل. إحنا بالضغط العالي ديالنا يعني تغلبنا على ذلك المشاكل، لكن ما علينا نشكر اللاعبين كما شفتوا يعني لعابة صغار في السن لكن كبار في الأداء جدا يعني تبارك الله عليهم. تتمنى الله يكملوا في هذا الروح في الطريقة باش يعملوا في التضحية اللي تيقوموا بها. كما شفتوا اللاعبين خاضوا مباراة كبيرة لما سجلوا الهدف بداو تيقاتلوا، فهي مباراة اللاعبين يعني ما كانش فيها. لا أعتقد أن المدرب له دخل في هذا الفوز، فهو فوز اللاعبين. تشكروا يعني نشكروا يعني نحييو وفعلا مقبعة ونطلب منهم يبقوا متواضعين ويكملوا في هذا المنوال، فهو فوز لهم وتنشكرهم وتنهدي لهم. حنا تنقوموا بالعمل ديالنا داخل الميدان حنا واللاعبين. الصعود او غير الصعود ما تيكونش في الدار. يمكن لكم طرحوا السؤال على الإدارة السيد الرئيس، قول لي يمكن يجاوبكم على هذا الجواب. انا ما عنديش جواب على هذا، انا تنعرف الميدان مع اللاعبين تنخوضوا كل مباراه على حده كانها نهايه، الباقيه ما تنفكروش فيها كثير وكل تنفكروا ممكن نخطو. فلذلك لا نفكر في هذه المساله هذه، نفكر في الانتصار، نفرحوا مع الوليدات هذو. هما راه غاديين في الطريق الصحيح حتى نقولوا باللغه الدارجه ديالنا الله يرضي عليهم. تنتمنى من الله يوفقنا في المباراه، بقات مباراتين، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه المباراتين هذه باش نزيدوا القدام ان شاء الله.